أبرزهم حسن يوسف، رشوان توفيق، فكري صادق، أشرف زكي، وقع منه شخصيات مهمة في تكريم القاهرة للدراما. مين اللي كان مسؤول عن أسماء المكرمين في المهرجان؟ أنا واحد من المسؤولين وأتحمل مسؤولية كاملة. طب نسيتهم ليه؟ هو أنا لما افتكرت الـ 12 أشكر عليها؟ ما أنا هقدر، أنا هكرم 100، ما هو المفروض اللي يستحقوا التكريم 500، أنا هقدر أكرم 500؟ أستاذ حسن يوسف كان مكرم. مش بتكون فيه أولويات؟ أستاذ حسن يوسف كان مكرم. كان مكرم؟ كان مكرم. ما جاش ليه؟ اعتذر، كان مسافر. حاج رشوان توفيق يستحق التكريم وبعتذر له وبقول له انا اسف، بس انا يعني انا واللجنه وزملائنا كان عندنا وجهه نظر يعني مش حابب اقولها على الهوا، مش حابب اقولها في تفاصيل يعني حاج رشوان توفيق ربنا يديله الصحه فوق راسنا كلنا، استاذنا كلنا، هو زعل انه ما اتعزمش ودي غلطه. واقول لك المدهش بقى ان انا كنت بكلمه الصبح في حاجه تانية، هو ده اللي جننه وما قلتلوش تعال. انا كنت، هو كان مشارك في مسلسل، بالمناسبه مسلسل بطوله يعني روجينا ليها الشرف يكون معاها يعني الاستاذ رشوان توفيق. الولد او الشاب اللي كان ماسك دعوات المسلسل ده حصلته حاله وفاه، فهو الولد يعني عزم 3 4 وما كملش. انا مش في دماغي لان احنا كنا موزعين، فلان معاه مسلسل مثلا بتاع نيلي كريم، فلان معاه مسلسل مثلا الاختيار، فلان معاه مسلسل مش عارف ايه جزيره لبنان. فاللي حصل انا فوجئت، انا كنت بكلمه لكن انا برضو بعتذر له واقول له يا حاج انت فوق راسنا كلنا، لكن المكرمين احنا كرمنا 12، السنه الجايه نكرم 12 اللي بعدها 12، لكن مش هقدر اكرم، ربنا يديهم طولة العمر، مش هقدر اكرم 100، لا مش اللي ناقصين 2، لا ده اللي ناقصين كتير. وفي ناس في مهن مش يعني 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 مش مشهورين لانهم مش بيمثلوا، بس في مهن مهمه، لكن الا يحسب لينا ان احنا كرمنا ال 12؟ الا يحسب لينا ان احنا كرمنا المخرج المنفذ ولا كل خطوه الإضاءة. لا يعني كل خطوه بتتاخد من حضرتك الحمد لله بتحسب لحضرتك ان ولازم تشكروا عليها طبعا الحمد لله.